السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهاردة: إزاي تصنع تحديق بنفسك بدون تكلفة. إيه فوائد التحديق؟ التحديق مهم جدا جدا في فترة الإنتاج عموما. لازم يكون موجود عندك التحديق قدام الحمام طول الوقت، طول السنة يا جماعة. أهم من الأكل، مفروض يكون موجود دايما. زي ما بتحط الأكل تحط معاه التحديق. بيفيد في إيه التحديق؟ لو عندك حمامة تبيض بيضة واحدة، هو يخليها تبيض البطين. لو في نتاية بتبيض بيضة قشرتها رقيقة، لا هو يخلي البيضة قشرتها كويسة. هيساعد على زيادة الإنتاج، هيحسن من حجم الزغاليل ويخلي صحتها كويسة، ومش هيخلي الزغلول اللي رجليه مش قادر يقف على رجليه. يعني هيغنيك عن انك تشتري الكالسيوم او اي اضافات اللي هي فيها الكالسيمات يعني. طيب هنبدأ اول نقول ايه المكونات اللي هي غالبا غالبيتها ما انتش هتشتري منها حاجة غالبا، يعني لو اتيحت لك. لو ما اتيحتش لك هتلاقي لها بدائل يعني. طيب قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك انزل اشترك دلوقتي من العلامة الحمراء. طيب اول مكون عندنا اللي هو الطمي الارض، الطين اللي زي كده، قطعة زي دي، وهتدقها تخليها بالشكل ده. انا دقيقة اهو، ده اول شيء. ده كده معانا واحد. التاني شيء اللي هو الرمل، الرملة الصفراء اللي زي دي او رملة سوداء الموجودة عند حضرتك، رمل المستخدم في المباني. ده رمل اللي بيستخدم في المباني، لكن ده اول حاجة اللي هو التراب اللي بتاع الارض الزراعية في الاراضي الطينية يا جماعة. ده بتاع الاراضي الطينية، وده الرملة الصفراء ان وجدت، ما كانش فيه يبقى الرملة السوداء. تمام. طوبة حمراء وتدقدقها زي كده، طوب المباني، او ممكن تلاقيها عند اي حد بيبني هتلاقي الهراهيد اللي زي كده الفايضة من المباني. دي كده تلات حاجات. رابع حاجة اللي هو ان وجد، اللي هو ده المحار، او زي ما بيقولوا عليه في المدن الساحلية، هي كواقع، او بتقال عليه ده بقلاويز، او ام الخلول. ده بيتقال عليه ام الخلول في المدن الساحلية، كلهم عارفينه. ده هندقدقه، او البقلاويز زي ما قلنا، او المحار، او القواقع، باقي اسم يعني. المهم هو الاصداف، يعني اصداف البحرية. تمام. بينتشر في المدن الساحلية وببلاش. ده مدقوق منه اهو، ده بعد ما اتدقدق يمكن مخلوط عليه رمل شوية اللي هو رمل البحر يعني. ده اللي هو المحار المطحون. فيه كمان الفحم. فحم هنجيب منين الفحم؟ الفحم ده لو حد بتاع كبابجي هتلاقي اللي فايض بيجي في قاع الشكارة، بيبقى هو يرميه اهو. فحم ده الناعم، هو مش بيستخدمه. تمام. يبقى معانا الفحم كلها حاجات اهي ببلاش من غير ايه في اي فلوس. ده بقى بيجي من عند برضو وبتوع المباني، يعني اللي بيع المون بتاعت المعمار. ده زي ما تقول كسر الخام، بيتحط في تصنيع السلالم القديمة. معلش هو انا قديم شو عشان كده جايب لك الحاجة القديمة. ان وجد، ان ما وجدش خلاص في غنى عنه يعني. ده بيسمى يمكن غالبا اسمه الموزايكو، او هو كسر الرخام عموما. المهم هو اي كسر خشن كده يا جماعة، زي ما شفنا كده اهو. ان وجد، ما وجدش مفيش مشكلة. انت عندك اللي يغني عنه اللي هو الطوب الاحمر
ومعانا المحار المطحون، زائد كمان في الجير، الجير والملح. الجير يا جماعة، الجير المطفي زي ده اللي احنا بنطهر بيه، لان دايما بشتري شكارة تكون عندي بطهر بيه، مفيد جدا، غني بالكالسيوم ومطهر جيد جدا للأرضيات، وتفرشه في القش بتاع الحمام بيبيض فيه، مهم جدا جدا للتطهير يعني. والملح طبعا برضو بيطهر، وده اللي بيساعد على زيادة حجم البيضة وزيادة الانتاج وحجم الزغير. يا جماعة الملح، انا بجيب الملح الخشن اللي زي ده من معمل الجبنة، الناس اللي بتصنع الجبنة بتشتغل بالملح الخشن اللي زي ده، ما كانش اي كيس ملح عادي يعني من اللي حضرتك من اللي في المطبخ يعني، اي كيس ملح، لكن الملح الخشن افضل. طيب هنخلط المكونات اللي هو الطمي اهو، او تراب الارض الزراعية، هنخلط عليه الرمل، الرملة الصفراء اهو خلطناها. هنجيب تاني حاجة كمان، بعد ما خلطنا الرملة الصفراء هنضيف الطوب الاحمر كده، طبعا كل المكونات هنخلطها بعدين، ونضيف المحار او الصدف بالشكل ده، الصدف او المحار، كسر الرخام او الجرانيت او اللي بيتقال عليه الموزايكو عند اللي بيستخدم في السلالم اهو بنضيفه. فايدته ايه الحاجات الخشنة دي يا جماعة؟ بتحسن الهضم بالنسبة للحمام، بيساعد على هضم الحبوب الخشنة، حبوب الخشنة اللي هي صعب هضمها زي الفول والبسلة، ده اللي بيساعد على هضمها. ملحوظة، لو انت ما لقيتش الصدف ممكن تجيب قشر البيض، قشر اي بيض، قشر بيض المطبخ اللي بناكله يعني، تعينه وبعد كده تجففه في فرن البوتاجاز لمدة 3 دقايق، وبعد كده تضيف عليه الخل والملح عشان تطهيره ما ينقلش الامراض للحمام. معانا كمان الفحم، الفحم ده فايدته عظيمة جدا يا جماعة، محدش يعرف فايدته قد ايه. الفحم فايدته ان هو بيحسن الهضم، بيحسن الصحة المعوية، يعني لو عندك الحمام عنده اسهال ما انتش عارف سببه، ما فيش له اي علاج، حط له فحم، الفحم هيعالج مشاكل الهضم عند الحمام. باقي معانا الجير، الجير فايدته ان هو هيطهر كل الحاجات دي، مش هيخلي فيها اي طفيليات او اي بكتيريا، مطهر جيد، زائد ان هو غني بالكالسيوم. فاضل الملح، نضيف الملح اخر حاجة، لو في الصيف ما تكترش ملح، في الشتاء عشان الحمام يشرب ويأكل الزغاليل، والزغاليل يزيد حجمها ويزيد حجم البيضة ويساعد على زيادة الانتاج. هنقلب كل الحاجات دي، تقلبها جيدا. طريقة تقديم التحديق ازاي؟ انا لو انت مربي في سلكات في عيون، هتحط مثلا في الاكلة كده معلقة زي كده كل يوم فوق الاكل، الحمام هياكل ويحدق في نفس الوقت. طبعا احنا قلبناها جيدا، ولو انت مربي الحمام سايب على بعضه زيي، هتجيب واحدة فاضية زي دي وتحط فيها يوميا، يوميا ما يتقطعش من قدام الحمام يا جماعة، يوميا زي ما بتأكل الحمام حط له التحديق زي ما عملنا بالشكل ده. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.